تفضل بيتكا جو. عسلامة. نحب نقدم روحي، انا اسمي جهاد الهمامي. الموسيقى جهاد الهمامي. جهاد همامي. جهاد همامي. جهاد الهمامي. الفنان الشاب جهاد الهمامي. جهاد الهمامي. عرفوني الناس على اساس انا يوتيوبر، انا محتوى واستاذ بالمعهد الوطني للموسيقى، سيناريست رائع، الرأس المدبر خاطر نصوره هو الرأس المدبر. جهاد الهمامي صافي بليزير، وانه ديما شباب عندهم افكار جديده، وانت من الشباب اللي فريمون ديما تعمل في حاجات اوريجينال وشباب. تجربتك متنوعه، تستقي موارده من مشارب مختلفه، الشرقي التراثي من اسماعيل حطاب، الاغاني الخالده اللي عرفناها في الشرق. في البدايات متاعي عملت برشا موزيكا، عملت موزيكا تونسيه، عملت اغاني الكرتون اللي عرفتني بهم الناس اكثر حاجه، عملت اعادات متاع برشا غنيات بعده تصورات وبرؤيه اخرى، حبتنا الناس ومشيت الامور وعملنا ملايين المشاهدات. والفيديوهات دارت داخل وخارج حدود الوطن، وعملنا نجاح نحمد ربي عليه برشا برشا. ولكن مع الأسف الوضعية هذه ما قعدتش ووقفت وما استمرتش برشا. جهاد الهمامي السيد هذا عنيد ومثابر، خدم في بيريود عمل برشا ملايين في موزيكا وكذا وكل شيء، بعد ولا يتيح. السيد هذا مستسلمش وبدل ستيل وعمل حاجة كي شاف اللي هي باش تنجح شكبش وكمل فيها. This is the spirit of a YouTuber. Dude, I respect you برشا. مع التغييرات اللي صارت في حياتي ومع مشاغل الدنيا ومع التلهيات اللي فما في حياة كل إنسان فينا، ما كنتش نجم نواظب على تنزيل الفيديوهات في وقتهم بالطريقة اللي كنت ننزل فيها. وحتى غرام الناس باللي كافر وبالموزيكا او جنرال بارابور اليوتيوب مشاو يقل بارابور السنوات متاع قبل، والنتيجه متاع الشيء هذايا كان تدهور كبير في نسبه المشاهدات وفي نسبه لونجاجمون متاع العباد اللي كانت تتفرج وتشجع فينا، ونلقى روحي تقريبا قاعد نعاود من صفر. الاشكال اللي صار وقتها اللي انا قعدت ما يقارب عامين نخدم من دون اي نتيجه، وجميع المحاولات اللي عملتها باءت، خلينا نقولوا بالفشل بالنسبة للفشل، لكن نعتبره فشل. برش عبيد قالوا السيدة زي تحرق، برش عبيد قالوا اللي الإنسان زي ما عاش عنده حتى جدوى في اليوتيوب، وبرش عبيد ما عاش تعتبرني يوتيوبر أصلا، روني اللي أنا موسيقي. جاء في وقت من الأوقات وحان وقته رحيله. أما وسط الكلام هذا الكل، وسط التعليق هذه الكل اللي كنت نقرها كل يوم، عمري ما سلمت في حلمتي، ولا عمري سمعت كلام كان يوخر بي لدالي. كبشت في الهدف متاعي وكبشت في حلمتي وقلت يا اما نوصل والا باش نوصل. وهذاك علاش اليوم بفضل ربي وفضلكم انتوما وفضل الناس اللي وقفت معايا نعمل في فيديو وقاعد نحتفل بال 100000 وراي اصحابي ورا الكادر، صفقوا بالله عليا. والنجاح هذا اللي نسميه نجاح على خاطر كان يعني لي برشا وقعدت سنين نخدم عليه، راني نحب نهديه البرشا عباد ونحب نهديه البرشا ناس وقفت معايا. ومن باب رد الجميل انه تذكر كل انسان عاونك ولو بحاجه صغيره على الاخر. عمري ما ننسى حتى انسان صور معايا، غنى معايا، سجل معايا، وزع لي. وقت اللي انا كان عندي صفر ابوني وما يعرفني حتى حد، فما برشا عباد أمنت بيا وخذت بيدي وعاونتني. شكرا لأي إنسان ظهر معايا في فيديو قدام كادر وإلا ورا كادر، ربي يخليكم، هذا نجاحنا الكل مش نجاحي أنا برك. عمري ما ننسى أصحابي القراب اللي كانوا يتفرجوا في الفيديو ويتابعوا فيهم كيما أي إنسان يتفرج، وكانوا ديما يحرصوا أنه يعديوا لي الانرجي الباهية ويشجعوني باش نكمل نخدم في وقت من الأوقات اللي أنا تعبت فيه شوية بارابور الحاجات الخايبة اللي صارت. ونخص بالذكر سايفور سوجي جوتين. وخاصة عمري ما ننسى وقفة عيلتي معايا، على خاطر عيلتي من أكبر العباد اللي شجعوني من أول نهار حطيت فيه كاميرا قدامي، ومن أكثر العباد اللي ساندوني وما خلوني حتى لحظة وحدي، وخاصة أمي ربي يفضلها. وأكبر شكر وأكبر تحية وأكبر إنسان عمري ما ننسى فضله عليا، الإنسان اللي هو اللي وصلني ل100000 بعد ما كان عندي عامين واقف 70000، اللي هي مرتي وتاج راسي وأكثر إنسان نحبه في الدنيا أماني. أماني اللي هي أصلا ما تعرفش توا شنو قاعد نقول، ماهيش معنا في تورناج باش تفرج في الفيديو هذايا كيما ما انتوما قاعدين تتفرجوا، ولا عندي سكريبت ولا عندي حد شيء، باش نقول كلام من قلبي وإن شاء الله يوصل. شكرا على خاطر أنك عرفتك ما كان عندي حتى حد، وشكرا على خاطر أنك عرفتك أنا إنسان بالرسمي طايح برش، وشكرا على الأخر خاطر أنت خذيت بيتي وقت اللي الناس الكل نساني. نحب نقول لك اللي فضلك راهو كبير عليا برشا برشا، واللي انتي اكثر من نحبها في الدنيا، وهذا راهو نجاحنا الزوز.
ربي فضلك مريتي وربي خليك تاج على راسي. هاي يزي من الدراما تو احنا الكلنا عيلة، كلكو سوا بلاستيك في العالم بتفرج فيها من تونس من الجزائر من فرنسا من المانيا من كندا، احنا الكل عيلة. ومهما كان عمرك ومهما كان جنسيتك شكرا ليك على خاطر وصلتني للحلمة كنت نحلم بها. اليوم عملنا 100,000، كيما عملنا 100,000 باش نعملوا 200,000 و300,000 و500,000 باش يجي نهار وباش نعملوا مليون.